وقت. اهلا وسهلا. هلا والله. هلا يحييك. هلا والله. اعطوني سالفه السالفه. سالفه السالفه. نبدا بالاكبر سنا. نبدا بالاكبر سنا. ايه. تفضل. مين انا؟ سالفة السالفة بودكاست يقول لك وش السالفة اللي صايرة أحياناً الأسبوع هذا وأحياناً لا سالفة عامة. إحنا فكرتنا باختصار إحنا نحب نسولف وفي ناس كثير نحبهم نبي نسولف معهم نجيبهم هنا ونسولف يعني عن مواضيع عامة عن أشياء ترند صايرة في العالم. اتوقع ان هذا باختصار الى حد ما صحيح. والفكره بشكل عام انه احنا كوميديانز في الاساس فجلستنا دائما فيها الضحك فقلنا يو نو وات ليش ما نصور هذا الضحك ونصور هذه الجلسه الحلوه مع ناس احنا نحبهم نستضيفهم بين فتره وفتره ونتكلم عن الاشياء اللي صايره غالبا الان. ممكن اذا ما في شيء يستحق انه نتكلم عنه لا خلينا ناخذ موضوع عام كذا ونسولف فيه وناخذ ونعطي فيه بقالب كوميدي على قولتك. بس نحاول دائما احنا نطلع الجانب الكوميدي اكثر من ننظر وناخذه من جانب فلسفي. لا لا الموضوع ندور الضحك وين يعني احنا اوكي نقول الموضوع بشكل واضح لكن بعدين نحاول يعني احنا ندور الضحك بس مو بشكل مبتذل يعني لا اتوقع انه واضح يعني احنا ان شاء الله انه دمنا خفيف وضيوفنا ان شاء الله انه دمهم خفيف فالضحك يجي بشكل طبيعي مع بس اختيار المواضيع اذا مو كان ما كان ترند يعني لينكدين كان ترندي وفي نفس الوقت كان يحقق شيئين من الكرايتيريا كان ترند وكان غريب يعني ليش قاعد تسوي كذا فاي كوميديان اي شخص بتلقاه يروح للجانب اللي هذا اللي هو ما هو مألوف فخلنا نستكشف اكثر خلنا نفهم هذا ليش قاعد يصير كيف قاعد يصير تبدا تطلع معك الاشياء الغريبه المواقف الاشياء هذه. والله وي جست ستارتد على قولتهم مع الثقافيه بس انه نطلع ان شاء الله انه يعني نظهر لشريحه جديده من المستمعين والمشاهدين وهذا اللي احنا الشيء اللي احنا نبغاه انه احنا نوصل الفن او الشيء اللي احنا قاعدين نقدمه هذا لشريحه اكبر. اعتقد الثقافيه عندها عدد متابعين جيد ان شاء الله يوصلنا الى مراحل احنا نبغاها ويعني مبسوطين بالعكس بالتعاون هذا ويا رب نسوي شيء حلو ان شاء الله يعجب الجمهور الثقافيه. سعيدين ما كنت مستعد يعني يوضح السعادة أكثر لا لا والله سعيدين بالتعاون هذا ويعني نتطلع إلى أنه نوصل أبعد وإلى جمهور أكثر. عرفت اللمبي اللي على طاولة وهو يعيد الكلام تفضل شوف أنا أتعامل معي لا الثقافية يعني الكلمة ثقيلة مرة بس المعنى الفعلي الثقافة مو محصور في الأدب ثقافة فن ثقافة يعني الثقافة لها صور كثير احنا واحدة منها يعني ان شاء الله يعني صحيح زي ما ذكرت قبل ان الثقافة يعني انا حاب هذه ودي اعيدها انه الثقافة لا فعلا والله الثقافة يعني الكوميدي وكذا هذه جزء من ثقافتنا جزء كبير يعني في مجالسنا في استراحاتنا في من زمان هذا الشيء موجود يعني فاحنا ما قد نسوي شيء الا احنا نترجمه بشكل اوسع من نطاق لكن في كل مكان موجود حتى الستاند اب كوميدي موجود انت لما تحضر او تجلس في اي مجلس تلقى واحد خفيف الدم دائما هو اللي يمسك السواليف هو اللي عنده النكته وهو اللي عنده السواليف الحلوه فالفكره هذه موجوده والستاند اب والكوميدي جزء من ثقافتنا بلا شك يعني فاللي احنا قاعدين نقدمه اعتقد انه نظهر هذا الجزء بس للعالم وللمشاهدين يعني. الله يعافيك يا رب شكرا لك.